وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الباب الثالث في الخلع، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، بردوام إلى كتاب النكاح. كشتنا باب سهم في الخلع، خلع يعني تبرا برز كانم، خلع اشتيك طلاق نية بلام تقريبا وكو طلاق بو ليك جيابو نويج نوميرت ليك تري تادر سيرا بردو باز باسي هاو سرجيري بو عقد بو، يعني قريب استيك بو بيك وريك وتنيك بو كا قريب استي هاو سرجيري لبينيج نومير دا بكريت بلام بيقومان مروف فريشتني هلا نكات تاوان نكات كم ترخمي قصوري نبيت هلا هر دكا تاوان هر دكا كم ترخمي دبي نزاني ونفامي دبي اما نشو كو ملك هو كاري تريج دبن بهوي اويكا جنوب ياو جار واهي بيك وناتوان هل كانوا ناتوان بيك وبردوام جيان ببن سر جايا جنلا بياوا رازينا بيو مرتاحنا بي لقلي ياخد بياوا كم مرتاحني لقل خزانة كي حزك جيابته يا هيك يعني بيكتر رازينين بابزانين اگر هاتو تشكوت بيني انا و بيگومان خوي پروردگار كو ملك وسائل الرقاو هنگاو خطوي داناوا بو اصلاحي نيوان جنوبيا بموعظه كردني اموجاري كردن تشل بيني هردو شيان بيت اهل كسوكاريان تدخل بكنو آموزگاریان بكن خویان تقوای خوای گور بكن تا چاره سری هبید بتوانن لبین یکتر ده حیاتی زوجی جیانی هاوسر جیریتی به الله و بر دوام بنسری ای که گشت اوی نه انتوانی دلین حلی هه که چون عرب ده فرمه آخر الدواء الکی أخير علاجه كان سوتاندنا نكسوتاندن بلين ولا يكتر بسوتينن علاج كي جوريك لسوتاندن داخ كردنك كا علاجي نخوشية ولا امتكاتك بكار ده آخر الدواء كهيج علاجي اشتر سودي نبو أوكاتا طلاقش فراقش خلعش ليك جابو نواش لبين جنوب ياو آخر شد كهيج شارنما رقا كان داخرابون انتواني جيان بيك وبرنسار او كاتا شارنيه ليك جيابونا و شارة سرة او ليك جيابونا و برزا كانم اگر پياو خيزاني بدل ما بيت طلاقي بدسته كا پياو خيزاني خوي بدل ما بيت جالب الروشتي بي كخلوقه لبر شكلي بي كخلقه يا لبر هرشتي چي تر بيت كبدلي نبو او پياو بآسان دتواني رزقاري بي لخيزانكي اي باشا لبران بردا كهاتو افرت رازين ابو بياوكي افرت نا مرتاح بو بجيان لقالها وسركي اي او تشي بدز بيت بو ينبي جيابي توا دبيوكو عبدو كويليك لبردستي بياوكي داب ميني توا هرشندا بياوكشي بدل نبيت يا هرشندا بياوكشي ظلمي لبكا نا خوي پروردگار عدله حكيمه مخرجو درقايتي رزقاربونيشي بو آفرت داناوة كرقايتي شرعية أو جبريتية لخلع آفرتكا بمرقايا لچي جيادة بيتوا دتواني خوي رزقاركا ولبياوكا جيادة بيتوا باب زانين خلع يعني چي لزماني عربي دا ولا شرعيش دا وحكمكانيشي بريتين لچي. تعريف الخلع، الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب، لأن كل من الزوجين لباس للآخر، يعني كي
هر یەکێک لە ژن و پیاو چی یەکترن؟ لباس پۆشاکی ئەوی ترە. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خلع کەئەنەما چۆن پۆشاکێک دادەنێیت، ئاوا ئەو ژنە دەیەوێ لە کێ جیابێتەوە؟ لەو پیاوە جیابێتەوە. یعنی ئەنەزع و تەجرید. خلع چۆن خوا گەورە فەرمی ئیخلاعن عەلەیک، ئیخلاعن عەلەیک، یعنی نعلەکانت چی بکە؟ دای بکەنە. اخلع ثوبك، ثوبك داب كنا كواتا خلع يعني دا كندن جنوبياو لباسي يكترن او لباسه لي يكتر داب كنن شلون دايب كنن واتا بلباسي يكتر نمن نوا طاو ليك جاب بنوا لي يكتري جاب بنوا النزع والتجريد شرعا فرقة بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة فرقة بين الزوجين لشرع دابريتية التي برا كان خلع جابون ويك لنيوان شو شيء لنيوان جنوبياو جنوبياو ليك جاد ابنه على عوض تدفعه المرأة لزوجها بلام جابون وكلا سر بنما وأساسي تيا مبلغك كأفرتك ديدابة شيء ديدابة بياو كي أفرتك مبلغك بارد دا يا برهد منفعتي تشتري بيه ديدابة شيء ديدابة پیاوەکەی لە مقابلی ئەوەی دەستی لێ هەڵگرێ و ئەو لیباسە لە بەرخۆی دابکەنێ و ئەو زەوجیەتە نەمێنێت بئەلفاظ مەخصوصە بەچەند لەفظێکی تایبەت و دیاری کراوە وەکو بۆ نمونە خالەعتوکی ئەوە من تۆم لە خۆم داڕنی لە خۆم جیا کردیتەوە بەم شێوازە نەک بە لەفظی تەلاق نابێ بڵێ تەلەقتوکی کە بڵێ من تۆم تەلاق دا ئەوە تەلاق نابي بلفظي طلاق به بلفظي شيا خلع دارنين لا يكتروا لا يكتر جابوا نوا كواتا زاني من اگر طلاق بوايا او دبوايا بيا وكا ماري خزاني بدات ماري كامل اگر دواي گواس نوا به پيش گواس نوش به چني بداته نيوي بداته وانيه باش بلام استا بعكسه پیاوەکە مارەی ناداتە ژنەکەی بەڵکو ژنە دێت مەبلەغێک منفعەتێک دەدا بە پیاوەکە بۆ ئەوەی ئەو پیاوە دەستی لێ هەڵگرێت ئەو مەبلەغە چەند بێت و چی بێت و چ کاتێک ئەم کارە دروستە حکمەکانی بابزانین مەشروعیەت الخلعی ئایا لە شەرعی ئیسلامدا ڕێگە پێدراوە خلع ڕێگە بە ئافرەت دراوە ئاوا مەبلەغێک منفعتك تسليمي مردكي كاتو قناعت بمردكي بكا دستي لي بكاتا واشتواها يا باب زاني أفرمي الخلع مشروع لقوله تعالى خلع رقا بيدرا ولا شرع دا شرعية هم لبر آيات قرآن وهم لبر حديثي في غنبري خواش عليه الصلاة والسلام كلام باري وهاتوا فالوردقار ما دفرمي فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني شيء اگر لو ترسان كا جنو مرد بيكوا سنوركان اخواي پروردگار تايبت بما في جنو مردتي نا پاريزن پي هلناستن كا لو ترسان جنا نتواني حقي مردكي جيبا جيكاو مردج نتواني حقي جنكي جيبا جيكا فلا جناح عليهما فيما افتدت به او ليلة ده هج جناح اقنية هج تاوان اقنية هج حرج اقنية لشرع ده لكي لويك بيت او افرتا نفسي خوي رزقارك نفسي خوي آزادك بچي بمبلغك بون من پارا نفسي خوي بكرته وخوي رزقارك لكي لو بياويك حزي بوناي لقليب منيتوا كواتا نصي قرآن بوي باسكر دين فلا جناح عليهما فيما افتدت به ام فديا كديدا ديكات فداي نفسي خوي افرتك بوي خوي رزقارك مبلغي كديدا بمردكي كرازي بيتو كتايب بعلاقي زوجيان دي اما بلقي قران اي بلقي حديث ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين خزاني
ثابتي كوري قيس هات لاي كناوي جميل ابو هات لاي بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي اي بيغمر اخوة صلاة والسلام اخوة قوري لسر به من قلي روشت قلي دين لثابت ناكم نرخني دين مليه يا ثابتي ميردي نرخني دين مليه يا ونرخني روشتيش مليه يا دي قد بدنا خلق ودين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أجر كسيك هاد لدينه لروشتي رازيب أو بيدنا شايستي بيدريته بلام أم حديثة كمان بو دياري دكات لم حديث زيادة معلومة ورد جيرت سود فائدة كتير ورد جيرت أيش بريتي على شيء كسر رأي أخلاق الدين لو كسدا كدا خوازي كتشيك دكات مرجع أو كتش راضي بيبي بو أوي شيء با ديني شي باش بيت با أخلاقي شي باش بيت بلام أجر بيتو أو بياوة أو آفرتا بون من الشكل أو بياوي بي خوجنيا بون منا طبيعتي او بياوي بي خوجنيا هرچند الاخلاق وروش تجدا باشا بلام عائلي او كوري بي چاغنيا كوملكس مانعي ترهيا بويه شو نكات بويه شو نكات كوتا واجبني او تا خيزاني ثابتي كوري قيس ديد دفرميتي دفرمي اي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام ما اعتب عليه في خلق ولا دين والله منا لروشتي نل ديني ثابت قليم نية هيك دينك هي تواوى أخلاق روشتي تواوى أي شيء أي بو نارازيد باب زانين دفر ميجي ولكني أكره الكفر في الإسلام بلا من بيمنا خوشة توشي كفر بم لناو ديني إسلام ذاك بحساب مسلمانم توشي كفر بم شون توشي كفر بي كفران العشير كفران العشير بيتيالة جبرا نقل كفر بالله كفران نعمة الزوج يعني نتوانم حقي ميردا كم بدم سبلب من برامبري باجنا من برامبري چونك خوش منعبد محبته خوش ويستنم بو ميردا كم نيه دفرمه كخوش شي من نتوانم اكو بيوز من خدمتي بكم نتوانم كبانجي كردم ولامي بدموا او كاتمن گناه باردبم توشي كفران العشير دبم كفران الزوج بيامبري خواش عليه الصلاه والسلام فرموي روجي قيامت افرتان كزوريني أهل جهنم من هو كاركيتشيا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير شون كزور لعنة دكان وتكفرنا العشير برامبر ميردكان تان تشين سفلان برامبر ميردكان تان وفاتان كما حقي ميردكان تان جيب جيناك بوي أو هو كار بوي بسن ناو دوزخ أو ناو جهنم أو آفرة إيمان دارا نايو كاركا بهو يوبجيت جهنم دلا أي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام من ناتوانم بحقي ميردا كم هالسم بويا حزدا كم ليجي أب موا بوا ناتوانم شو خوشي نابد هرش عند الدين وأخلاقي شيء تواوا شو كطبيعي إنسانة ميول ورغبات إنسانة كحزي بينا كشيء ده كي دل بدست إنسان نير خوشي بويا خوشي نابد ترى دي شيء زور باب زانين في عمر إخوة فرميتي عليه الصلاة والسلام نيفرمو غصب على سر داب نيشيت نابه طلاق بدست تونيا مردكت كنيمة طلاق دا تازت وهرد بي لم جيانا دا جيان بسر بريد نا فرمي أتر الدين عليه حديقة أو باغي ككاتي خوي ثابت كردبو يبا ماريتو بو يدا قريني توا ماريكي بو يدا قريني توا كبريتي بولا چي حديقيك باغيك بيستانك بو يدا قريني توا ماريكا فرمي قالت نعم بله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة أمر يا أنا أمر أي ثابت حديقة كورق روا ماريكا دورق روا وطلقها تشيش بك أو جادستي لبك وطلاقي ده تطليقة ليرا دابرا كانم دو مسألة هي مسألة هي كميان أويك آفرتك رازيب ماريكا بجيرتوا أو بياوة دبيت شبك من البداية من الندات واجب على سري نابت أو آفرتنات وانا تحملناك بوي بيوست طلاق يبدا وتلي جابته مخالع عيبك اي كان يكرت كاتي خوي بيغمبري خواه ابو عليه الصلاه والسلام لم بابته كم مفارقه ام بيبك امره شيت لا حاكم حاكم شي دكات مفارقه في دكات وكتاي في دني هرشنده بيواش بلا والله من نايك
هرچند نگ ماریک دجار ماریم باب جاری تو من دست لی ناکمو چون دستی لی ناکید خو کویلی نیه لبر دستی تو عبدی تو نیه چون تو که حذت برج نکد نبی با یک دقیقه طلاقی دی تو جاده بتو به همانشی وش آوش نکب تو راضی نبی ناتوانی سجنی کی تو بیکی تأثیر لای خود تو طلاقی ندی یا مخالعی نکد پیوست لی جابی تو بوی اما حقی آفرت ال اسلام ده است با بين أو كسانك يدندنون حول هذه المسألة لدوري أو موضوع هذا سرنا ودم دكتن ما في أفرد أو ما في أفرد أي خوي برودجار ما في بأفرد دواء كأزاد به لا هيش نويها وسرجيرتي يا نهيلته والله أزاد حقي أوه هي كتيب ودانوا خلع بودانوا أو جيش كلا جمال إسلام لمحاسن إسلام لتوابتي دين باك كمان مسألة كم بوتم حديثك بلقيه لسر أوى أمره حاكم شيء ذكات بو أرك هل دستي تجاهن ذكات أوى مسألة كتير مسألة حديثية أم حديث برا كانم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة سيري حاشك إخوار وكان نسيتي أخرجه البخاري برقم كذا بو رقم البخاري رواية كردوا بنو سلاي خد فائدك قال أبو عبد الله البخاري قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله لا يتابع فيه عليه بزون دبن سبي الظلم يعني شيء لا يتابع فيه عليه يعني شيء براكان أم حديث ابن عباس بكم الله رواية ألفاظ هاتوا أم روايتك إيست على بردستانا يشغل تابعين كدجيرته أزهر بن جميل أزهري كري جميل أو رواية من بود دجيرته دفرمي لابن عباس وابن عباس بسر هاتك من بود دجيرته بو من دجيرته كبيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي طلقها تطليقة يكجر يكطلاق طلاقي بدا باش طلقها تطليقة أقر أم لفظ الصحيح بيت كواتا خلع تشيه خل عيش طلاق بتي حسابه بطلاقك حسابه كأم لفظ صحيح به خلع بطلاقك حسابه وتكسك دو جار خزاني طلاق دابت كان جاري ماوا يك جاري ما جاري سي مخالعي بكات تشيبون كوتاي بهات بوهي دو اي ماريكاتو اي دو اي دو جار طلاق بوهي ماريكاتو يا بوينيا بوهي بلام دو اي دو جار طلاق وخلع ايش ناتوالي كوتاي بهات بو چونك خلع ايش خل عش طلاقه اگر امر روايته صحيح بيت بلان بخاري خوي كبو من دجيرتوا حديث ابن عباس من بوده هند بهمو لفظ كان لو لفظيان كباسي طلاق دكات دفرمي لا يتابع فيه عليه يعني ازهري كري جميل كراويه لابن عباس تنها ازهر ناوي ابن عباس هنا ولو سند ده راويه كانت ابن عباس ينباز نكردوا كواتا الراجح او سند مرسلا موصوله مرسل ضعيفة يا صحيحة مرسل ضعيف أم زيادة إبرة كانم ضعيفة أم لفظ ضعيفة بويا أو روايتي كدلالة لسر أو يخلع طلاق به صحيح نية تيجيش نمرة أو مسألة دوم أنا آية خلع طلاق يا طلاق نية بل قال لسر أو يخلع طلاق أم روايتي طلقها تطليقة أو روايتي شيء بخاري خوي دفرمي تشينية دفرمي كز متابعي أزهري كري جميلي نكردوا لا ذكر كردني ابن عباس بويا صواب ويك مرسلة مرسلة جبيتشية ضعيفة كواتا أصل تشي برا كانم أم حديثة سقط به الاستدلال بين وسر ويك أخواي بردقار أحكام خلع من بو بازدكا فرمي الطلاق مرتان في إمساك معروف أو تسريح بإحسان دو جار طلاقك بازدكات مرتان دواي أوا دي باسي خلع دكا دواي أوا باسي چه دكات باسي طلاق سيما بو دكات يعني چه دو جار طلاق پیشتر باس کرا او جا خلع باس کرا او جا طلاق سيما باس کرا ديار خلع چينيا طلاق نه كطلاق بوايا كطلاق دبو بچند دبون بچوار لناو لدواي دو طلاقا كخلع باس کرا دواي خلع كطلاقي چه تري باس کرا بلغي لسر اوي كخلع طلاق نه اوش رأي شيخ الإسلام تيمية رحمة خالد بن القيم وجمع من المحققين أويك طلاق خلع طلاقني يعني كي خلع طلاقني
يعني كبيتو بياوك دو جار خزاني خوي طلاق دابت جاري سيم يعني مخالع عيبكا او هرسي شي قباد نبو بو هي ماريكاتا بو هي انا بو هي ماريكاتا او فرقي خلافك ثمري خلافك لي ردايا كايه خلع طلاقه ياخذ طلاق نيه بو هي ماريكاتا او اشكالي نيه ان شاء الله تعالى كخلع طلاق نيه طلاق ثلاثه قروء دبس تشنجر كيفيتا سوري ما قالوا فاق بيتوا بلام ليره في عمر اخو عليه الصلاه والسلام فرماني كرت بو افرتيكا مخالعي كرت بيججر يعتدي بحيضه يعني جعل عدتها حيضه واحده عدتك اي تشندا تشن تشاور يدك يججر كيفيتا سوري ما قالوا كوتايبيدي بو هي شوبكاتا بو هي شوبكا بكسي تشيتر معلومه بلا كانم اوش فرقك لبيني او كخلع تشينيا طلاقني شو كطلاق بوايا ندبو عدكي بچن كوتاي بي بي بيك حيض كوتاي بي بي دبوايا سي بوايا بابي نسر بابا تكيتر المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به والحكمة منه أحكام الخلع تتلخص أحكام الخلع في الآتي كم أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين ولا يقع إلا بعوض مالي أو أختك جيري لا يقع إلا بعوض مالي تفرضه الزوجة للزوج تجيشتن خلع لابد من عوض ببي مقابل نابه خلع ببي شي نابه خلع ببي مقابل نابه ذكره الآواء بلين ما اتفاق دكينو قرنية اكترازا دكينو ببي أوي آفرتكش هج بدات بياوكا نابه رأي راجح ويكا نابه بيوشتا شي هبه لآرادة بيوشتا عوضك هبه فديك هبه جاو فديك قل أو كثر كم بياتي كم بيازور تشنيه استادين سر مقدارك شي بلام كواتا فرميتي لا يقع إلا بعوض لا يقع إلا بعوض دبي شي هبت عوضك بيوتا أفرتك إلا شتيك بداتا شي شتيك بداتا بياوكو خوي بيرزقاركا أي سرتاي حكمية كم فرميتي أن الخلع جائز خلع شي جائز يعني هر آوى خلع جائزة وبس ليرة فرمي خلع جائزة دروستا بس نيفرمو مستحبة يا واجبة ونيفرمو مكروهة يا حرامة أو أنا هيش بازنا كرت أنا فرمي كيا جائزة برو خالي حوتم يكسر جاره يكره للمرأة ويحضر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودون سبب يقتضي أمشهر حكمك إيدي فرمي مكروهة بو آفرد بلكوتي ويحضر حضرتيا منع يعني حرامة ويحرم عليها حرامة لسر آفرت مخالعة زوجها داواي تيبكا داواي جيابونا ولا ميردكيبكات مع استقامة الحال ودون سبب يقتضي بيا وكي باش بيتو وحقي آفرتك بداتو وآفرتك شهيد شيشين بيلقل ميردكي هار ببي هو كار داوابكا أويان تيا أويان باجنية حرامة جائزنية كأن يكون الزوج بدون سبب يقتضي كأن يكون الزوج معيبا في خلقه ولم تطق المرأة البقاء معه يعني أجر سبب هبو وكوشي بونمونا عيب دار بميردكي في خلقه يعني شي في خلقه للا شدا لشكل دا بونمونا عيب دار بيت باشا أويان في آفرتك باشي وازي شوى نتواني طاقتي نميني تواني نبي صبر نقري لقليب ميني توا أو كان سيئا في خلقه يا لروجتي دا شي نبي باج نبي وتخراب به لو دو حالته دا أو خافت أن لا تقيم حدود الله لو ترساك تنك خوشي ناوي نتواني سنوركاني خوا برباب كات لو حالته أنا دا شي جائزة بوي يا جائزني جائزة بوي كواتا براك أنا مخالي كم حوتم زاني من كي جائزة وزانيش من كي شي حرامة دلين لأصل دا جائزة أجر بيتو آفرتك الرقي لشي بيتوا ميردكي واتا خوشي نبت وكو قصي شي ثابتي كري قيس فرمي شي أي بيامر إخوة عليه الصلاة والسلام ما أعتب عليه في خلق ولا دين نرخني ديني مليه نرخني روجتي شي مليه بلام خوشي نبت كخوشي نبت ليرة دا جائزة يا جائزني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نيفرمو ما دام بيا وقت زور بأخلاقه وزور بدينة حرام لسرد نولا حرام نيه خوشي ناوي تحملي ناكات جائزة باشا
أما جاء لحالتي جواز حالتي حرامك كيبو حالتي حرامك لجهتي آفرتك يا لجهتي شي لجهتي بياوك لجهتي بياوك بونمنا أو بياوا حسب خزانيناك خزاني خوجناوت كخزاني خوجناوت بو هي طلاقي ده بوينيه بو هي باشا كبو هي طلاقي ده بلان بو طلاقي نادا چو كطلاقي ده دبي چيبكا دبي ماريكي بدا ن دي چي لي دكا عضلي دكا دي ظلمي لي دكا دي چوسيني تو واي لي دكا كخوي دا واي طلاقك ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن خوي جورد فرمينا چن ايوا چي لا ظلم لافرتك انت كان وين اللي بكن ناتشاريان بكن اوان داوي جابونه وخلعكن او كاتا تو ويست الطلاق دي كشي بارشد ورغت ويست الطلاق دي بارشد ورغت استالير خلعك حرام يا حرامنيا او حرام بو تشك بيا وكتو خزاني خود خوجناوي وناتوي لقليب مني توا طلاق يبدا اما تو ناتشاري بكي بچي ناتشاري بكي بويك او داوي خلع بكات او خلع على جهه بيا وكوتيا لجهتي بياوكو حرام لجهتي بياو حرام اي لجهتي افرتوا خالي حوتمبو خالي حوتم لجهتي افرتوا حرام اوجا كچيا افرتكا ببي هوكارك حج هوكارك سببك مقتضينيه دشتواني مردكي خوي خوش بيو دتواني يعني جياني شي لقلب ريتزر هر ديوي جيابتوا اويان حرام لجهتي چي است حرام جنكو حرام بابين اي لچكاتك دا مستحب يا واجب اويك يكم اخير باس ماكر يكم حوتم جائز لقلتي حرام اي هج كاتك هيك خلع مستحب يا واجب ضلين بل او درسك ببيامك بو افرتان لچ حالتك دا خير لودا يا افرد دا واجب نوبك بلكو واجب افرد دا واجب نوبك لمردكي لو حالته داك مردکی کم ترخم به برانبر معفکانی خواهی پرودگار مردکی نویج نک مردکی به باور بخوا پناه بخوای گوره مردکی گلته به اسلام و مسلمانان دکات مردکی مشروب خور و بدروش بید اگر آوابو او خیره بلکو واجبه او آفرت داوی جیابونه ولی مردکی که اگر دمن دالشی هبید هندی آفرت دونده ضعيف وفقير وبيد صلاة تلفون ذكى ما مستشونه ببخوا مير ذكى ملا قال يشم بعجنيه مشروب يج أخواته ونويش يجناك أبخوا بلا معيبة أخوات شون جابينه وو شيء عيبة عيب لو ده تقول قال كسي شيء أواب مني تو كان الرئيس إخواته زانت نحقي إخوات جاب جدك نحقي توش جاب جدك نرئيس لا توش دقيت نويجناك مشروب خورة تاوكو زنا وفاحشة لبيب خزاني خوينا ناسه يا جاري والله من أعلم هي تجيبكم لبرنا على كان مناتو أنا نا جناح دقات كلا قلب يا بيشي أواب مني تو جابوا لي خوي بروارد قار باشتريت بنسيب دك إن شاء الله صبر بقرة كواتا لهندي حالة ده كخلل لديني بيا وكذا هبو أو خيرة بقرة دبش هندي جار دبي بواجب أو أفرت دواي تجيبك دواي جابوا نوبك دوم لا يقع من غير الزوجة كواتا حكم تكليفي خلع مان زاني هندي جار بس جائزة هندي جار مستحبة هندي جار واجبة هندي جارج مكروه تيا حرام بس مانكر لا يقع من غير الزوجة الرشيدة لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهلية أجر هاتو آفرت رشيدة بو آفرت تي عاقلة تيجيش تو أبو خوي خلع بكاد داوي خلع كاد أو خلع كي صحيحة أي كاتو آفرت خيزاني بياوك شيد بو لبر بعقلي خوي داوي خلع دكات يا كم عقلة أو ليه ردا أخل عدانا مزري شكو وافرة مصلحتي خوي نازاني هم بيمير دمينته وهم ما لك شيء دروات بويا كافرته كعقلي تواو نبي تواو نسبي طبعا أو تشينيا أو خلع بو أو جائزنيا إذا خالع امرأته ملكت المرأة بذلك أمر نفسها ولم يبق للزوج عليها من سلطان ولا رجعة له عليها يعني شيء كهاتو بياو خزانة كي خوي دا كنيلة خوي مخالعي كرت أو كاتا آفرت كذا بيت خاوني خوي تاو حر بياو هيج دا صلاة هيجي بسر شيء دا نامنه بسر وآفرت دا نامنه وكو طلاق نية
طلاق تاوكو لعدة دايا عدة رجعي بوي هيك طلاق رجعي تاوكو لعدة دايا بوي هيك بكاو بياوة خزانة كي خوب جارتها بلام كمخالعي كرت بويني تشيبكا بويني خزاني خوي بجارتها يعني بلاي هر يكسر وراجعتوكي نا إلا كآفرتك رازي بيو جاري تشيتر مارا بكرتها تيجيشتن بلا كواتاك هذا فرميتي ولم يبقى للزوج عليها من سلطان ولا رجعة له عليها يعني شون ولا رجعة له عليها يعني ببي ماريه چي تازه وببي رضابونه ولي امر بويني بكاد وكو شون لطلاق دابوه هي طلاق رجعي بلام كدواي خلع جاري چي تربي يكتر رازي بابنه مارا بكريته ماريه چي تازه با رضاي ولي امره شاهد يا اعلان او درسته يا دروزنيا درسته ان شاء الله شوارميا لا يلحق المخالعة طلاق أو ظهار أو إيلاء أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها لأنها تصير أجنبية عن زوجها أفردك لو عديك ما كان حيضية يقداني لو ما ويدا ناتواني تشيبكات بياو ناتواني تشيبكات ناتواني طلاقي جيتري بدات يا ناتواني اصلا طلاقي بدا بو ناتواني طلاقي بدا هكاك ملكي او نما او افرته اجنبيه است كوتاي بياتو او افرته ملكي او نما لا سلطان له عليها اصلا تواب بو يا ناتواني بلا والله طلاقي يا مظاهري دكم ظهار بلتوكو دايتشي من ويان الى سويندي لي بخوا لخوي حرامك اثناء عدتها من زوجها الذي خالعها بوتشكو بوت اجنبي بين جميع يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه طلاق لكاتي سوري مانغاني افرد دا جائزني افرد كلا سوري مانغاني دا بي جائزني ام يردكي طلاق بدا ياخد لسوري مانغاني دا نبي لباچيتي دا بي بلام لو باچيتي دا بياوكي شو بيتلاي دواي او بويني طلاق بدا تاوكو جاريش ترپاك دا بيتو دا جيت سوري مانغانو پاك دا بيتو اوكات دنا بويني طلاق بدا بلام خلع وانية خلع همو حالتك دروستا لسوري مانغانا دابي لشي دابي دروستا لعدم الضرر عليها بذلك فإن الله سبحانه أطلق ولم يقيد بزمن يقيده بزمن دون زمن ششميان يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حرام لسر أفرت ك لسر بياو كأفرتكي خويوا أزيد داو بيزاري بكاو ناتشاريكا داواي تشيبكا حتى يضطرها إلى خلع نفسها تانا شاربك داواي أو بك مخالع بك أو حرام لسر بياو لقول تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ليردا مسأليك أو استثناء بسودي ليور بقرين سود لا استثناء كور بقرين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وثمان حرام بياو كما بستي جيابون وبي لجنكي واب كاج نكي ناتشار كاج نكي داواي طلاقك بوي باريج لو حرام يا انا حرام بلا مست حالتي اشتري بياويك بنا بخواج نكي زيناي كردو كزيناي كر تشي تاون بار ليرا جنا تاون بار كبياوك طلاقي بدا سر راي او جنا زيناي كردو ابروي مردكي خوي برد استا بياوك دبي ماريه تشي تواويش بدا تشي بدا تاو افرتا كشايستي درهم يغني أجيب كاتي أكتر ليرة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة ليرة نا خواي قولة بزانا عدالة إسلام بزانا حكمة رب العالمين نا ما دام ليرة آفرتك خيانتي كردوا أو أو بي أو بوي هي آفرتك نا تشاركات آفرتك داوي خلعك بو تي بو أويك أو بي أو هر وكو زرري ناموسي كر زرري تيش نكات مالكش نكات آفرتك نا تشاركات كا أو داوي طلاقكات وما ريكش بو ميردكي خوب جارتوا عدالته يا لنا والله او عدالته او الدين قسما بالله ما سواي او هم باطل وجهالته الا ان ياتينا بفاحشه مبينه بويا هنديك جار مثلا حالتي وايديت هي برسيار ذاك امام مستا فلانك كاس خوي برسياري نكردو بلام خزانه كيف فاحشه كردو شارشيا شار وين بو افرته بوتري كذا تبي ابرودنا تشي وكشفنا كريت او خود داوای طلاقه و بیادنجی ماریکش بگرای نوا و بجله خم داوام کردو برو جیابو. چه
چون که آفرت که واد دارن پیز بی شایسته آوانی لگل پیاوی چی دارن پاگ میاد تو. بو آوی مالی پیاو کشن رو آو حلی چی شرعیه و عدالت خوای جور داین آو. آخرش دبرا کنم الحکمة من مشروعية الخلعی حکمت چیه ل؟ آوی که خوای جور خلعی دان آو. فرمون من المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهذه ثمرة النكاح يعني برهمي زواجها وسجيلتي تيا مودة ورحمة يكتر ينخوش بيوجنو مير رزلي يكتر بقرين احترامي يكتر لا ينهبت بزيان بيكتر دابتوا أو بريتيلا برهمي هاو سجيلتي كأولما رقيان لي يكتربو يكتريان بغزان يكتريان خوش نويز ليق لفيالبون ليق لخيانه بون او ليق جابنا وتشاكترا وتمان كاب هو كار بياوبي با طلاقي ده هو كار جنبه جنك حزنك ابمنتو بداوي خلعك فهذه ثمره النكاح فاذا لم يتحقق هذا المعنى فلم توجد الموده من الطرفين او لم توجد من الزوج وحده فساءت العشره وتعسر العلاج فان الزوج مامور بتسريح الزوجه باحسان او كاتا فامساك بالمعروف او تسريح باحسان يا وكا حزنك هذا به أزاديك جنك حزنك هذا به دواي خلعك كواتب راكانم بوشي خلع دان دراوة بو أوي كسنو لكان إخوانا بزندرين سنو لكان إخوانا بيني هاو سرجيريتي دا چيا دو هاو سر دا سنو لكا ويا كجن ريزي بياو بقري تو مافاكان جيبجيكا بياو ريز دا خيزاني بقري مافاكان جيبجيكا كزان را ناتوانن أو مافانا جيبجيكا أو إخوة قول خلع دانا وبو أوي لحدود إخوة درنا چن آية خلع لا أصل ذاك تشريع كراوة بو أوي ظلم لسر أفردنا بيت يا بو ظلم لسر بياونا بيت لمقامي يكم دا مصلحتي كبرى هدفي يكم شيء لسر أفردنا بيت كواتا خلع لا أصل ذا بو أوي دان دراوة في المقام الأول لإزالة الضرر عن الزوجة بو يزرر زيان لسر شيء لا ببره لسر أفرد دا ببره شكو أفرد فقيرة شيء بدسته كبياو بيچو سينته وطلاقي بدزني بويه بو اوي ظلمي لسر لابچيتو ظلمي لينكري خوي گبر چي بو داناوا خلعي بو داناوا كواتا يا كم كز بو اوي zarar man nabe خلع دان دراوا افرته دوم كز ديسان بو اوي دوم كز يش zarar man nabe لمقامي دوم دا پياو بو پياو بو ها برا بو پیالو زره دکاک او افرته چی نه کک به هله ته خلع نه به او افرته به حق چی الله است به حق کان پیاو کی الله است کته پیاو کر زره لیکت بله تائر والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين.